يا رب سلم يا رب واعرف الم الفلوس يا رب. ماما كده يا امنيه برضو انتوا سوق اتاخرتوا كده ليه؟ متاخرناش ولا حاجه، احنا كنا نايمين. معلش يا ماما احنا لسه صاحيين من النوم. ماشي حبيبتي، بصي بقى انت وهي النهارده عايزاكم تشدوا حيلكم معايا، عايزه الم 500 جنيه بالقهوه باي طريقه. ليه يا ماما؟ يا حبيبتي النهارده ميعاد قسط الكراسي والترابيزات، ولو ما دفعتش الراجل هيشتكيني وهتسجن. تتسجني وانا موجوده؟ لا يا ماما طبعا، انا هجيبهم لك النهارده ما تخافيش. هتدخلي السجن يا ماما؟ طب ما ترجعي له حاجته وخلاص يا حبيبتي. طب وناكل ونشرب منين؟ مش مهم يا ماما، احنا مش عايزين ولا ناكل ولا نشرب، انت اهم حاجه عندنا يا ماما. احنا بنحبك قوي يا ماما، انا بحبك قوي. بس يا بنت امنيه، لا انا هجيبهم لها النهارده، ما هجيب لك ال 500 جنيه النهارده. طب المهم مش عايزه غلبه في الكلام وخلاص، انا عايزاكم تشدوا حيلكم. ماشي ماشي يا ماما. انا هروح بقى اشوف حد من قرايبنا كده استلف منه ال 500 جنيه او حد من اخواتي. ماشي يا ماما. وانتوا تقفوا تخلي بالكم من الشغل. حاضر. شدوا حيلكم ماشي. حاضر. وخلي بالكم من بعض. حاضر. يلا يا سكه تعالوا في جنب اختي. يلا خلي بالكم من بعض. حاضر يا ماما. انا خايفه قوي على ماما تدخل السجن. تخافيش انا هجيبهم لها النهارده. بجد؟ اه والله. بص بقى يا فيروز، انا النهارده هقعدك في قهوه شعبي، عارفه ليه؟ علشان تغيظي اصحابك وتقولي لهم انا الامير فيروز قعدت في قهوه شعبي. صح؟ وتغيظي ماما تقولي لها احنا قعدنا في القهوه وانت لا. بس اهم حاجه يا فيروز بقى من شروط القهوه دي علشان تطلبي كل اللي نفسك فيه، عارفه تعملي ايه؟ اعمل ايه؟ تسقفي كده اهو. نعم يا باشا. شوفي الامير فيروز تطلب ايه؟ تطلبي ايه؟ عايزه قهوه. لا قهوه دي تحت الكبار. لا لا. طب شاي. شاي؟ لا اندومي. لا لا اندومي بس. لا. طب هات لها شاي تمام؟ وانا عايز قهوه زياده مغليه، بن خفيف. تشربي شاي؟ اه. والله كبرتي، عارفه لو قلت لماما اللي انت طلبتي شاي في القهوه نعمل فيكي ايه؟ اصورك بقى تمام؟ عشان نغيظ ماما بقى ونقول لها ايه؟ احنا في القهوه. يلا الله على الجمال، ايه ده ايه ده؟ تعالي بقى اقف هنا بقى. يلا اقعدي اقعدي اقعدي. تعالي صور سيلفي؟ يلا بينا، هنقول لماما احنا في القهوه. احنا ماما في القهوه يا ماما. انت لا يا ماما طلعي ثاني. يا ماما مبسوطه يا حبيبتي؟ اه بابا كل ما هاجي هاخد معاك. اتفضلي يا حبيبتي الشاي اهو. شكرا. وانا هشرب القهوه بتاعتي. هو كنت بتشرب القهوة؟ يلا الله الله. في بابا الحاجات اللي حضرتك طلبتي؟ بص يا حبيبتي بص يا حبيبتي بس مشيت بدون فاضل بس ثلاثة اندومي وخلاص. بص اقول لك حاجه، احنا مش 19 واحد قاعدين على الترابيزه، احنا اتنين خلي بالك. وانت بتصور بنتك، بنتك سقفت لي فانا جيت لها طلبت الحاجات دي. ازاي ما كانت قاعده معايا وانا ما بشوفش يعني ولا ايه؟ طب انا بكذب يعني؟ يا حبيبتي احنا دلوقتي طلبنا واحد شاي لبنتي وطلبنا كوبايه قهوه، ما طلبناش كل الهول. هكذب عليك يعني؟ دي بنتك حاجات طلبتها. يا حبيبتي مش عايزينها. انت المفروض يا عم تروحي معانا. خلاص طلبناها ومش عايزينها، مش هي مقفوله خديها بقى. لا ما ينفعش يا عم، هتحط في ايدك عشان هو انت طلبت الحاجات ديت؟ لا. ما هي يعني انت هتكذبني يا عم وتصدق بنتك؟ هو انا عشان ابويا ميت يعني؟ عشان ابويا ميت تعمل كده؟ يا حبيبتي انت المفروض تزق معانا. انا امي تعبانه عايز اجيب لها العلاج. يا عم زق معانا. خلاص يا حبيبتي ايه اللي دخل ابوكي؟ خلاص خلاص يا حبيبتي هحاسبك. خلاص سوكا روحي انت هناك. ما طلبش الحاجات دي كلها. روحي هناك. ماما مش تعبانه. خلاص يا عم معلش حاسبني على الحاجات دي. كام يا ست؟ 150 ده غير البقشيش. خلاص هاتي لي كيس عبي بقى الحاجات دي. يلا. لا والله الطلبات بتاعتنا ما بتطلعش بره، بتتشرب هنا. طب احنا مش هقدر اكل كل ده انا والبيت انا. طب انا ذنبي ايه؟ حاسبني عليه؟ يعني موضوع عافيه ولا ايه يعني؟ مش عافيه يا عم، وانت اللي عايز تاخد الحاجات دي عافيه ومش عايز تحاسبني عشان انا ابويا ميت، حرام عليك. انت هتقولي يا بابا ميت بقى وتشتكي لي الفقر؟ خد يا ست اهو 150 جنيه ومش قاعد في القهوه ومش عايز حاجه مني. طب اقول لك حاجه بقى، واخر مره اقعد عندكم هنا. اخر مره؟ اه خدي كده اهو البقشيش. معلش يا ست استني بس. خد بابا. مش ده ما بفتحش بقشيش انا يا بابا. معلش بقى هاخد معايا الشاي. خدي معاك الشاي يا ست. يعني يا عم كده يعني عشان ابويا ميت ما تدينيش بقشيش؟ طب ما تجيب لنا كيسه. طب عشان احبك واجي هنا تاني والم الحاجات دي. لا يا عم اديني بقشيش يا عم. خد يا فيروز امسكي ده يا فيروز. ماشي يا بابا. يلا بينا حبيبتي. يا عم يا عم مش عايز حاجه مني يا عم. حرام ايه بس؟
انت عملتيه ده؟ مش عايزه اسمع صوت. توكا. نعم يا امي. ايه اللي انت قلتي للناس ده؟ قلت ايه؟ قلتي لماما تعبانه. ماما مش تعبانه. بس بابا ميت. طب بصي يا امي، مش لو انا مثلا بصي اهو اول 150 جه اتفضل 350، انت عايزه ما تخش السجن يا امنيه يعني؟ ما احنا كده هنضايق الزبون. لا مش هنضايقوه يا امنيه، جت على زبون واحد، احنا الناس بتحبنا وهتيجي عندنا على طول. يا امنيه لازم نعمله كده لغايه ما نجمع ال 500 جنيه، ماما حبيبتنا كلنا وانا مش عايزاها تتسجن. صح، واحنا ملناش غير ماما. لازم نعمله كده مع كل زبون يا امنيه. ماشي يا سوكا، كده احسن ماما تدخل السجن. صح، وبعدين هو ما زعلش، هيجي تاني، هو عارف ان احنا بنهزره معاه. السلام عليكم. اتفضل. سمعت؟ اتفضل على سعيد. شكلك يا مسمار. قومي يلا قومي يلا، ما نقعدوش يلا على القهوه بتاعتنا يلا. عايزة اتنين عصير؟ اتنين عصير؟ قوم يالا. مساري مساري. عايزة اتنين عصير؟ ايوه. انت ما تعرفيش انا مين؟ انا كبير قوي، وبابايا سباك كبير قوي. اه طالما معاك فلوس يا معلم. طالما معاك فلوس يبقى ابوك سباك كبير، وتبقى انت معلم وابوك معلم. بفلوس اقعد في اي حتة. اه هات بقى الفلوس دي يا حبيبي عشان ما تروحش مني. ماشي ماشي. هاي عايز ايه؟ معلم عايز يقول اتنين عصير. اتنين عصير. هاتي هاتي يا امنيه. اتفضل. حاجه تاني؟ ماشي. شبع يا تايه، تطلبي حاجه تاني؟ اه عايزه اندومي. واحد اندومي. حاضر هاتي واحد اندومي يا امنيه. تعرف يا تايتو بحبك قد ايه؟ قد ايه يا مسمار؟ 6 كيلو. وانا بحبك 7 كيلو. يا حبيبتي يا عتيق. بحبك يا مسمار. بحبك يا جزمه. وانا يا مسمار. تطلبي حاجه تاني؟ لا. انا هطلب واحد اندومي زيك. ماشي. يا معلم. نعم. نعم. واحد اندومي تاني. واحد اندومي تاني. حاضر. وحشين بالراحة يا بنت الجعان، انا مش في بيتكم هنا. ماشي يا اخويا. بطيطة فاصل. ماشي. بحبك يا عتيته. وانا يا مسمار. تحبيني الدرجات يا عتيته؟ اه طبعا. تبقى اي حاجة يا عتيته تاني؟ لا. ده انا كبير قوي وابويا كبير قوي. ماشي يا مسمار. يا بنت امنية، الولا المعفن المصدي ده نفسي اديه حتة قفا، بس لما ال 100 جنيه بتاعته تخلص ده انا هعمل فيه عمايل. اعمل لك ايه بس؟ اعمل لك ايه هو؟ ده مفوت على الاخر. طب ماشي. يو يماوي. شفت شفت يتكلم ازاي؟ سيوا هيكو. ايه ده؟ انت ده دي بالظبط. سيوا هيكو. عايزه تاني. لمي الطلبات، لمي الاندومي ده. خلاص ال 100 جنيه خلصت، لو طلبت حاجة تاني هتدفع فلوسها. واحد عصير تاني. هات فلوس تاني. واحد عصير بالمانجا يا أختي. أختي؟ آه. نعم والله ما طلب طلبات ب 100 جنيه، ما عادش فيه فلوس. أنت بتضحكي علينا ولا إيه؟ يلا قوم يا بت. يلا قوم. العصير بتاعي. ده أنا ما خلصتوش. إحنا لسه قاعدين يا أختي. درجات يا عتيتو، بتخافي عليا؟ اه يا مسمار. بجد يا عتيتو؟ اه. ايش فوت شفتتيه؟ عصير بتاعي لسه ما خلصتوش. يا عصير بتاعي لسه ما خلصتوش. خلصتوش. سلام عليكم. معلم. معلم. السلام عليكم. اتفضل يا عم. عاوز كوباية شاي. حاضر. خفيفة. حاضر. يا معلم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا عمو؟ ايه ده في حاجة هنا؟ ايه ده؟ ايه يا حبيبي؟ في ايه؟
وانت هتجيب خطيبتي ليه يا عمو؟ خطيبتك؟ والله ما قادره. خطيبتك فين هي؟ خطيبتك فين يا حبيبي؟ هنا. ايه ده؟ ما تسيبها يا مسمار، ما قاعد في البتاع اللي جنبنا، ما فيهاش حاجه. ايه ده؟ انا مفكرها حته من الترابيزه. ايه ده؟ ده انسان عادي يا زهر. ايوه. ايه؟ نص ده. عمي عمي اللي بص خطيبتي، اللي خطيبتي اكله. تاكل ايه جعان؟ يا اندومي. ايه يا حبيبي، في ايه؟ في حاجه؟ ما خدتش بالي، معلش انا اسف. روح اقعد بقى في التخته الثانيه. ايه مهلل؟ ايه؟ الترابيزه الثانيه يا حبيبي. يلا يا حبيبتي. الترابيزه الثانيه. ماشي ماشي، شكرا. ماشي، بعد اذنكم. ده معلم كبير قوي. هي انا بس عشان نظري ضعيف مش شايف كويس. معلش. وصف لي عباره عن ايه اللي قاعد جنبي ده؟ ده انبوبه. انبوبه؟ طب اركنها هنا جنب البوتاجاز. وانت ايه ده؟ انا مش طب هتجيب ده الطلبه يا حبيبي توريك كويس عشان انت مش شايف. ايه؟ عشان ما شايفها. هي بتتكلم ده ولا خارصه ولا ايه؟ مش فاهم. لا يا حبيبي مش خارصه. خلاص ماشي يا حبيبتي. ماشي. اديك كشف على العين، خليك تشوف الحاجه اتنين. هو انا شايف الحاجه اربعه. ايه ده؟ رجلك دي ولا ايدك؟ ايده قدامي يا اخويا. ايه؟ ايده. اتفضل. ماشي 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 يا حبيبي. ايه ده؟ انا شايف في حاجات غلط. هو القهوه دي بقى في حاجات غلط. اقعد هنا يا عم. ايه؟ اقعد هنا. انت مالك زلط ولا ايه؟ لا انت بقى يا اخويا. ايه بقى؟ مجاري. انا ايه حبيبتي؟ مجاري. ايه ده؟ سبحان الله، انا شايف في حاجات غلط هنا جنبي بصراحه. انا اسد. انت ايه؟ انا اسد. انا مش فاهم. انا اسد. هو ايه ده؟ في حاجه هنا النهارده؟ ايه؟ اقعد هناك يا عم. ايه يا حبيبي؟ اقعد هناك. ماشي، اروح بالكوبايه. ماشي، روح. خلاص بعد اذنك. اتفضل يا اخويا. بعد كده ما تخليهاش تلبس لون شبه الترابيزه، عشان هي كانها شبه الترابيزه. يلا يا عم. وانت ما تلبس لي النضاره تاني. ليه؟ جبنا الضرب كوب واحد. كوب؟ لا دي انت ضايعه خالص. والله ضايعه والله. عمو خش يافطه. ايه؟ خش يافطه. ده ايه ده حبيبي؟ ده عصير شفط. عشان شفت عشان بتكفايه. خلاص ماشي. لا ضايعين. لا عمو ايه يا حبيبي؟ كام؟ ايه؟ كام دول؟ دول اربعه. غلط. خمسه. خمسه؟ اه. ما بتعرفش كمان تعد ولا ايه؟ عمو ايه؟ ده دول كام؟ ايه ده يدي؟ ده تديني في وشي؟ النضاره حبيبي يا عمو. ايه يا حبيبي؟ انا مش البت. يا البت اهي حبيبي يا عمو. البت اهي مش انا. ادي له الشاي بتاعه. الشاي؟ بس يا بت ثواني بقى يا امنيه، نزله بقى الحاجات كده ب 50 جنيه. ماشي؟ لا بلاش والنبي. ليه يا امنيه ده ب 50 جنيه بس؟ عشان هو شكله غلبان شبهنا. حرام، خليها 5 جنيه معلش عشان نكمله الفلوس. ده غلبان. ده غلبان حرام ده بس. خلاص ماشي، انا حاسبه على كوبايه الشاي بس ب 50 جنيه. شكرا يا ماشي. ايه حضرتك؟ ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا معلم. ازي حضرتك؟ اشرب ايه؟ طب عمو معلش اسمه ايه؟ يا عمو في حاجه في راسه. هما مالهم متذنبين كده ليه؟ دول يا طنط طلبوا حاجات ب 120 جنيه، دفعوا 20 جنيه وما دفعوش ال 100، فانا ذنبتهم ولغيت اخر النهار. لو ما بلهمش صاحب ولا لو ما دفعوش الفلوس انا هاخدهم عندنا جوه واحبسهم. تحبسي ايه يا بنتي؟ مش ده اكل عيش يا طنط؟ يعني اسكت لهم على ال 100 جنيه؟ ما ينفعش. السلام عليكم. عليكم السلام. طب ينفع اتكلم معاهم؟ اتفضل. ازيكم يا حبايبي؟ الحمد لله. نزلوا ايديكم. طيب ينفع اللي انتوا عملتوه ده؟ بصي يا طنط، احنا طلبنا 3 عصير واعطيناها 30 جنيه، بتقول لنا عايزه 100 جنيه تاني يا طنط. ثواني يا طنط، هما طلبوا ايوه 3 عصير ودفعوا ال 100 جنيه، وبعدين طلبوا اندومي، وبعدين طلبوا شاي وقهوه، وبعدين خدوا اكياس مندي واكل، طلبوا حاجات ياما. انا مش هكذب عليك يا طنط، هكذب والله يا طنط. ما حصل يا طنط. انت انا كدابه يعني؟ خلاص خلاص. بصراحه يا جماعه هي من حقها، يعني هي برضو ده اكل عيشها وخايفه عليه، وانتوا طلبتوا حاجات كتيره قوي، وبعدين ما ينفعش بنات حلوين كده صغيرين يقعدوا على قهوه لوحديهم.
عايزين تقعدوا على القهوه اقعدوا مع ماما او مع بابا مش لوحديكم. حاضر يا طنط. انتوا تروحوا الملاهي ايه تاجروا عجله الكابوبيا في الشارع لكن مش تيجي تقعدوا على القهوه. لا يا حبيبتي مفيش حاجه. احنا اسفين يا طنط مش هنعمل كده تاني. ما تعملوش كده تاني. بس والله العظيم انا عطيتها 30 جنيه وطلبت 3 عصير بس. خلاص هي مش الحاجات اللي اتحطت لك على الترابيزه؟ خلاص انا هحاسب لهم. اتحطت لي انا هحاسب لهم على الفلوس. خلاص ماشي تمام ما تخافيش يعني. يلا امشي. ثانيه بقى روحوا بقى يا بنات عند بيت مامتكم او باباكم ما تعملوش كده تاني خالص. حاضر يا طنط. ما شفتي واحده فيكم على قهوه تاني؟ حاضر يلا جدعان يلا بينا. ماشي. نعم تشرب يا صالح. اشرب واحد عصير يا بابا. عايزين 2 عصير حبيبتي. انت عايز يا حبيبي؟ شكرا يا بابا. عايز اكل اندومي يا ماما. اندومي وانا واحد عصير. ماشي انت تؤمر يا صالح. شكرا يا بابا. مبسوط. ايه يا ماما؟ اه يا ماما اوعي تعملي شبابهم وتيجي القهوه. ايه في حاجه؟ لا لا يا ماما. عمو ايه يا حبيبي؟ في حاجه فوق الطاقيه يا عمو. ايه فوق في ايه؟ عليك واحد يا عمو. ايه؟ عليك واحد. ماشي ماشي. يا استاذ مالك يا عم؟ تعال جنبي تعال صاحبني. ايه يا عطا؟ ايه؟ ايه اللي عندك هنا يا عطا؟ انت اتجننت ولا ايه يا مصنع؟ يا حبيبي ما انا ايه اللي عندك هنا يا عطا؟ ايه؟ بس دي ده ايه؟ ايه يا حبيبي؟ انت عطا؟ مالك يا عمو؟ ايه؟ يا عطا؟ اتجننت الصابونه عنده مهوية. لا لا يا حبيبي تعالى عاوز ايه؟ انت ايه؟ قمتي من جنبي ليه يا عطا؟ ايه؟ قمتي من جنبي ليه؟ في حاجة يا حبيبي ولا ايه؟ انا عمك محمود يا حبيبي. البت اللي انت معاك اهي قاعده مرميه هناك اهي. هو انت لابس النضاره ولا انا؟ ايه؟ تمام؟ الواد ده في حاجه غلط. انت اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمه مسمار. انت بتفكر؟ ايه؟ لا حلوه حلوه. اقعد اقعد اقعد. دول كام؟ دول سته. سته لا حلوه حلوه. ماشي ماشي خلاص يا حبيبي ابعدوا عني لو سمحتوا. اتفضل يا معلم. انت معلم واحنا منك بنتعلم. نسكت وانت موجود معنا وتاني الكلام. بقول لك ايه؟ عارف احنا ليه بنسكتوا؟ ليه؟ عشان انت بتقلل الكلام. انت معلم. حلوه يا صالح حلوه. حلوه بابا. اتفضلي. شكرا يا حبيبي. مش عايزاكي تعملي شبههم كده اوعي اشوفك مره قاعده على قهوه من غيري. لا يا ماما لا. انا بعمل لك كل اللي انت عايزاه واحنا مع بعض. اه يا ماما. ماشي حبيبتي. ايه ده حبيبتي؟ ايه ده حبيبتي ده؟ انت بتجننوا احنا هنبيع ولا ايه؟ ايه ده حبيبتي؟ انتوا عازمين حد؟ انتوا عاملين عزومه؟ انا مش عارف حطيتهم عندنا ليه؟ شكلنا احنا اللي عم نبيعه مكانك يا معلم. لو سمحتي لو ابعد الواد ده حبيبتي. لو سمحتي يا حبيبتي. هو ايه ده؟ ما طلبناش إيه اندومي احنا. ايه ده؟ احنا ما طلبناش غير واحده اندومي بس. إيه لا بنتك طلبت. انا ما طلبتش حاجه يا ماما انا قاعده جنبي. نعم. ما طلبناش اندومي احنا طلبناش. ما طلبتش والله انا قاعده جنبك يا ماما. انا هكدب عليكوا يعني؟ لا انا عشان ابويا ميت يعني. حرام حرام عليك يا طنط بنتك طلبته وانا مش بكدب. ساعديني. انا بنتي قاعده جنبي ما طلبتش حاجه. انا هكدب عليكي؟ ايوه هتكدبي عليا. صالح انت طلبت كده حاجه؟ انا كدابه يا عم. انا قاعد جنبك من بدري هات له بنت. لا بقى فهميني قصتك ايه؟ اصل اكيد مش هيحصل الموقف ده معايا ومعاهم. بتكدب اختي ولا ايه؟ بتقول على اختي كدابه؟ احنا عشان بابانا ولا انا عشان ابونا ميت؟ هو ايه يا ماما؟ ما تزعليش يا حبيبتي ما تزعليش. يا بنت الجوهية هو في حد كلمته؟ يا استاذ انت طلبت الاندومي دي كلها؟ انا طلبت اتنين عصير بس. انت ما طلبتش غير واحدة اندومي؟ حرام عليك. انا مش بكدب عليك يا بنت. فينك يا بابا؟ ارجع علينا لو انت كنت موجود. ساعدينا يا بنت. انت ساعدت اهزانا بالطريقة دي. ايه ده يا ماما ده؟ بتكدبونا؟ انا صدقت. حرام عليكم. بالراحة طيب بالراحة. عشان ابويا ميت؟ حرام حرام. ما تزعليش يا حبيبتي. ايه ده؟ لا ابني مش كده خلاص. لا 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 خلاص النبي. لا ده البت مقطعه نفسها. حرام عليك. معلش يا حبيبتي. الظلم حرام. ده بتحور يا عمو انت هتصدق ولا ايه؟ انت طلبت مني 6 اندومي. هي طلبت مني 6 اندومي. انا ما طلبتش منك حاجه. ما طلبتش حاجه ولا ايه؟ انا عايزه امشي من هنا. طب
طب لازم تعلي على عليكي. طيب حرام جنب بقى الحاجات دي كلها ان شاء الله. ست اندومي مالك صوتك فايق دلوقتي ليه؟ 50 150 والعصير 200 والمية اللي هتحاسبيها للبنت 300 وانت 200. انا 200 وانا 300 ليه؟ حضرتك انا كل واحد اندومي واحد عصير عشان سبب التهزيق. هزقتينا وقالتي بكرامنا. حضرتك لو سمحت قدام الناس يعني انا اشرب 200 عصير ادفع 200 جنيه وهتاكل الاندومي؟ انا كنت بقول الفلاح احسن لو سمحت سبب التهزيق. لو سمحت سلام عليكم. لو سمحتوا حضرتك الواد ماسك فيا من الصبح انا مش عارف اعمل ايه. انت عشان ابويا ميت يعني بتعمل كده؟ عملت ايه الاول؟ يا ستي خدي يا ستي يا ستي خدي يا ماما. انت تديني حرام عليك. هدي انا امشي من هنا. انا خايفه اقعد هنا اطلع مديون. انا ماشي. تعالي معايا يا بنتي. حرام عليك. هاتي بقى كيسه ولا كيسه عشان ابويا ميت بس. لا ما ينفعش لازم تاكلهم هنا. هو ايه اللي اكلهم هنا؟ تاكلهم هنا. هتجيب لنا كيسه حبيبتي؟ مفيش. هناكلهم ازاي هنا الست؟ كلهم هنا. انت بتهزري ولا بتتكلمي بجد؟ لا مش بهزر معايا. يا عم ما تزعلاش ولا حاضر ولا نعم. هي يا كلمه الاب هتاكل اندومي يا صالح؟ كنت عوض عن ابوها ازاي؟ ولا حاضر يا حبيبتي مش عايزين ولا حاضر ونعم. حرام يا عم. انا جات لي فكره حلوه. احنا نقعد هنا ناكل ونغنوا لحد ما نخلصوا ده كله. لا ما ينفعش. ازاي يعني؟ احنا هنقفل. هتقفلوا كمان؟ طب في حاجه حضرتك. يلا بينا يا صالح. هو الكابتن ده مش عاوز يسيبني. انا عاوز اروح بقالي ساعه ماسك فيا. اعمل ايه؟ انا اللي انضم لحضرتك. انا واخده حضرتنا معانا. لا ثواني ما ينفعش. ايه اللي ما ينفعش؟ ما لازم تاكلهم هنا يا اما ما تاكلهمش. خلاص ما احنا قلنا لك هنقعد ناكلوه. ناكلوهم هنا؟ يا اما ما تاكلهمش. ده القهوه الجديده دي. ايوه يا عم ما ينفعش كده. يلا بينا يا صالح. ما تزعلش. انا غلطان اللي جيت عندكم. ما تزعلش يا عم. حاسب الاول يا عم. انا بقالي ساعه عاوز احاسب مش عارف اتحرك. الواد ماسك فيا. بلاش يا عمو اصل عامل دايت. ماما ازيكم يا بنات؟ الحمد لله. زعلانه ليه؟ محدش يا حبايبي راضي يسلفني. طب اعمل ايه في اللي احنا فيه ده؟ وهتسلفي ليه يا ماما؟ ما احنا جبنا ماما انا 2500 جنيه. ايه ده؟ انت كده مش هتدخلي السجن. انتوا جبتوا الفلوس دي ازاي؟ عيب عليك يا ماما انت معاكي رجاله يا ماما. ايوه يا ماما اشتغلنا بيهم بس البضاعه زي ما هي. ما احنا اتصرفنا. احنا اتصرفنا يا ماما. اياكوا تكونوا جبتوا عملتوا حاجه غلط. لا يا ماما. سوكا لا والله يا ماما. امنيه. لا يا ماما انا ما بكذبش عليك. ده انا كده بقى هسدد ثمن الكراسي والترابيزات كلها ومش هبقى عايز مني فلوس تاني ابدا. عايزه حاجات تاني يا ماما. ربنا يخليكوا ليا يا رب. ما يحرمنيش منكم ابدا ابدا ابدا. ربنا يخليكي لنا يا ماما. ويخليكوا ليا يا حبايبي. انت كده عايزه فلوس تاني يا ماما؟ لا انا كده مش عايزه فلوس تاني بعد لو كده. لو عايزه اي فلوس تاني يا ماما قولي لنا يا ماما. لا يا حبايبي ربنا يخليكوا ليا يا رب. انتوا حبايبي اللي طلعت بيه من الدنيا. يلا بقى هخش احضر لكم الغدا وانتوا اقفوا بقى كملوا وكملوا شغل. تمام ماشي؟ تمام. عشان بالليل اروح اسدد للراجل ده فلوس واخلص منه خالص. تمام يا ماما. ماشي يا حبايبي. سكر. ايه يا منية؟ احنا من بكره مش هنعمله كده تاني. هي خلاص بس كانت مره وخلاص. ايوه احنا عملنا كده بس المره دي عشان ماما ما تدخلش السجن. عشان انت عارفه لو ماما دخلت السجن احنا ملناش حد غير ماما. ماشي. واحنا كنا نتبهدل وانت عارفه كده كويس. ماشي. بعدين ماما دي احنا بنحبها جدا. انا بحبها قوي. وانا كمان. انا مبسوطه قوي. ماما فرحانه بينا جدا. اه.